اللي مؤكد في قطاع الصحة أن بلادنا بذلت مجهودات خلال السنوات الأخيرة، هذا لا نقاش. اليوم غير دابا غادي نفتحوا المستشفى الجامعي نتاع طنجة ونتاع العيون ونتاع أكادير إلى غير ذلك، ما نتكلمش على المستشفيات. الخصاص نعم موجود، الإكراهات في المنظومة نعم موجودة، ولكن لكانت عندنا إرادة جماعية أعتقد بأنه مجموعة من الإصلاحات راه تحضرت بكاملها وغادي تجي في أقرب الوقت المجلس المقر، وخصكم تعاونونا في التشريع باش ندوزوا بسرعة ونمشيوا للتنزيل إلا بغينا نوصلوا للحماية الاجتماعية اللي احنا مسؤولين عليها بشكل جماعي. وفي هذا الإطار الموارد البشرية نعم، ولكن أنا متفق بأن نخلصوا الطبيب ب7000 درهم قليل، ولكن خصنا نعرفوا بأن الطبيب في مجموعة البلدان، لأن هدرنا على 4000 فورو كيتخلص في مجموعة البلدان قل من 7000 درهم، قل ب 800 دولار، هذه من جهة. المسألة الثانية ملي تنتحدثوا على 7000 درهم، فلنفرض أن الطبيب طلعنا له هذا السالير وحسبنا ديك الدكتورة وجبدنا له هذاك الانديس ولا 8000 درهم، واش هذا هو الصالير تاع الطبيب؟ حنا الإصلاح اللي بغيناه وموجود هو إعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية. الطبيب ما يمكنش يكون موظف، ما يمكنش. الطبيب خصو يتخلص على اللاكت اللي تيدير وعنده واحد الحد الأدنى ويخدم على راسو، وإلا قدر يصور كان دير واحد البلافون، إلا قدر يصور 100000 درهم بصحته وراحته، وإلا بغي يخدم غير شوية يصور غير 30000 درهم الله يعاونه، وإلا بغي يمشي يتكون على برا 6 شهور ما تيتخلصش، لأن إليا دوتو في هذا الشيء. هذا هو القانون اللي غادي نجيبه وموجود. إلا بغينا نحلوا الإشكال نتاع الوظيفة الطبية، لأن الطبيب ما كيمشي هذا هو ماشي هذه المعالجة، ما يمكنش. ما يمكنش المنظومة الصحية يكونوا فيها زوج المنظومات، واحد القطاع خاص إلا قطع الشنط يمشي الله كلينيكا في واحد الشيفر دافير يجيب واحد المدخول، وإلا بقى في واحد المؤسسة بين قوسين عمومية كنقولوا له ودي بقى غير في هذا المدخول، ما يمكنش. بعد هذا البيسيفاليزم خصو يزول، وراه زال حيدناه. دابا اليوم غادي نهضروا على منظومة صحية، وفي إطار الموارد البشرية خصنا نديروا القطيعة، ماشي هذاك النقاش التقليدي لي شلون لي شال 8000 درهم، نو، مشيو لواحد المنظومة ونتحملوا مسؤوليتنا والطبيب هذا. الآن فيما يخص الموارد البشرية واش مستوردة ولا، أنا أعتقد وأنتم تتعرفوا هادشي جيدا السيد الرئيس، ما يمكنش أنا اليوم في السبيطار في فرنسا وفي الميريكان في كاع الجنسيات، خصنا نتكلموا بصراحة الضرورية. علاش اليوم إلى واحد الطبيب عنده جنسية أخرى بغى يخدم بوفق الشروط ووفق المعايير في المغرب نقول له لا؟ وهذا الشيء نجد فيه مجموعة من الملاحظات لابد، لأنه تساءل السيد الرئيس أين هو الطبيب المغربي؟ الطبيب المغربي موجود، يجب تحسين ظروفه. وهذا السيد الرئيس تكلم على الغياب المسار، وكاين اللي كيطلب البروفيسور مباشرة، وكاين اللي يجتهد كاع ويطلب السمية ديال البروفيسور، نعم. ولهذا دابا القانون الإطار نتاع الصحة اللي فيه هذا المسار الصحي فين خصو يبدا وكيفاش يدوز والشيما انفورماتيك إلى غير ذلك، كله موجود وكله غادي يجي عندكم، وغير عاونونا بالمصادقة عليه وإغنائه بملاحظتكم في وقت قياسي باش ندوزو. زيد تفضل تفضل. مني غادي
كنت انا نوقفك صافي بحال برلمانيه ما كاين حتى اشكال. الان العرض الصحي ان قيل الكثير الحكومه لا القانون العربي 19 داكشي اللي قتلو. لا 19 داكشي اللي تكلمنا حنا تفضل السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. دابا العرض الصحي فيه اشكال ولكن في باش في المنهجيه ولا في المراق في المقاربه باش نعالجوا هذا الاشكال الا كنا كل نهار نذكروا ونقتصروا غير على التذكير بالتشخيص وبتشخيص الواقع غادي نبقاو هنا. السيد الرئيس راه قال لك ودي خصنا ندوزو للانجاز. اليوم الغياب نتاع مستوصف القرب اش تيعطي؟ تعطي ان لو فلو تيدوز ديريكتومون لهذاك لوبيتال بروفانسيال اللي هما العدد نتاعهم في بلادنا 76 ولا 77 الا ما خانتنيش الذاكره. والغياب نتاع التجهيز الضروري فيهم تعطي لنا واحد لو فلو اكسيسيف على المستشفيات الجامعيه اللي تيدغرادا فيها السيرفيس. معنيتها هذاك السكانر اللي كان خص في السي اش يو يخدم ال 100 في الاسبوع ولا في 3 ايام تيولي خصو يدير 1000. هذا هو الاشكال. والمعالجه نتاع هذا الشيء على المستوى المالي حاولنا نجيبوا لها اجابات صريحه هذه السنه تاع 2022 رجاء من مواقعكم المختلفه. خصنا لازم نتابعوا الانجاز نتاع هذا العمل. وراه هذا هو اللي قلت في الاول في اطار المنهجيه ما يمكنش. دابا حنا ملي تنديرو بشكل ارادي 2.7 مليار درهم يعني الزياده نتاع 64% مع سنه 21 وتنعطيو التفصيل نتاعها تنقولوا في سنه 22 غادي نبداو السي اش او الرباط اللي التمويل نتاعو مضمون باش تولي الرباط عندها مستشفى جامعي في مستوى العاصمه وفي مستوى التحديات المحيطه بالجهه. ملي تنقولوا باننا خصنا ناهلوا 1500 نتاع المؤسسه للرعايه الصحيه فيها 500 مليون معروفه هادو هما لي ديسبونسير محسوبين ولكن خصنا نشتغلوا جميع باش هادشي نترجموه على ارض الواقع. لان راه هذاك المواطن من يفيق في الصبح خصو ديسبونسير. راه كاين واحد اللي على ان بروبليم تاع الانسولين يمشي للسي اش وتتولي الاشكالات. ملي تنقولوا يا ودي نجهزوا هذه السنه 22 درنا 30 مركز استشفائي خصنا لها 600 مليون. هذاك المركز الاستشفائي اللي خصو في البلوك اوبيراتوار خصو يدار، اللي خصو السكانير خصو يجي، واللي خصو يتهدم ويتعاود من جديد خصو يتهدم ويتعاود من جديد. وهذا الشيء فيه لي زيتود دو فيزابيليتي 30 معروفين خصنا نترجموهم على ارض الواقع. راه ما يمكنش المنظومه الصحيه نتاعنا تمشي بهذا العرض الصحي اللي كاين. وهذا لهذا جبنا اعتمادات واضحه باش ما نبقاوش نقولوا دي راه الميزانيه ما ماشي اشكال الميزانيه. كاين اشكال الميزانيه ها هو حطوه وحطنا كل واحد قبلته على اين. اليوم لي موراس راهم ريجيوناليزي فيهم تيريتوار وجميعا خصنا نفعلوا هذه المساله هذه.